نشرت مي نور الشريف صورتها مع خالتها نورة من حوالي شهرين، وده أحدث ظهور لنورة والناس أثنوا عليها. طبعا نورة عندها دلوقتي 67 سنة، ربنا يديها الصحة، وكانت لبست الحجاب من حوالي 25 سنة، وادي أول أزواجها اللي هو حاتم ذو الفقار، وادي نور الشريف كان في الفرح، ومحمود عبد العزيز الله يرحمه، وتورته 10 أدوار، وكانت اتخطبت لمحمد حسن رمزي اللي هو شقيق هدى رمزي، ودي صورة نادرة ليهم. وبعد كده اتجوزت هشام طلعت مصطفى، اتطلقت منه 3 مرات، وفي الآخر طبعا فصلت. وهنا في زفاف سارة بنت نور الشريف، وادي هنا مع سارة نور الشريف، وده أحدث ظهور لمي نور الشريف مع باكينام بنت صلاح رشمان.